إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن العوامل المحرضة لمرض الربو عند الأطفال. أهم هذه العوامل هو الرشح العادي الذي يصيب الطفل، فيلاحظ الأهل عادة أن الطفل يصاب بنوبة من السعال والتهيجات الصدرية على أثر كل حالة رشح يمر بها. قد يصل عدد مرات الرشح العادي في فصل الشتاء لوحده إلى 5 مرات أحيانا، وهذا أمر طبيعي. ومن العوامل الأخرى أيضا دخان السجائر والدخان، وأن أنواع أخرى، وأيضا الهواء البارد أو الهواء الملوث، وأيضا الغبار المنزل، وأيضا الحيوانات المنزلية مثل القطط والكلاب والطيور. وكذلك من العوامل المحرضة لنوبة الربو غبار الطلع والعفن، وأيضا الفطريات التي موجودة في المنطقة، التي أيضا يوجد نوع من أنواع الفطر التي تشاهد على بعض القابات، ممكن تفرز مواد مهيجة تسبب ربو معين. وأيضا بعض الحشرات التي تلدغ الأطفال التي تشاهد تحت الأخشاب القديمة، مما تفرز بعض السموم التي تؤثر في الدم، مما يسبب ضيق في التنفس وضيق في الجهاز التنفسي وتعطيل الجهاز التنفسي بالتدريج، مما يسبب مضاعفات وأمراض كثيرة بسبب هذه الأمراض. أيضا من الضروري فهم بعض الأشياء المهمة في هذه الأمراض. مرض الربو خطير جدا، مما يسبب إلى نقص الأكسجين على المخ على الطفل، مما يسبب موت الخلايا المخية، مما يسبب تخلف عقلي داخل الدماغ بسبب موت وعدم إيصال الأكسجين للخلايا. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.